السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم رئيس الجمعية الفرزان الذهبي للشطرنج الصديقة بشرى. قمنا الحمد لله بهذا الدوري للشطرنج اللي كان طيلة شهر رمضان المبارك، واللي احنا ارتأينا باش أن درنا الفينال ديالو، الخاتمة ديالو تكون مع مناسبة عيد ميلاد مولاي الحسن، الله ينصره والله ينصر جميع العائلة الملكية. والحمد لله الأجواء دازت في أحسن ما يكون، وكنتمنى أن هذا الدوري يكون عندنا إن شاء الله. احنا ارتأينا لأنه يكون كل سنة إن شاء الله وبإذن الله، وشكرا. هي لجمعية جنوب آسفي ومؤسس أكاديمية الرياضية للشطرنج، وأيضا رئيس نادي التنشئة للشطرنج. في البداية قمنا بهذا الدوري الرمضان المفتوح من أجل التعريف بهذه الرياضة الذهنية التي وصلت إلى مستوى عالي، وتوصلنا بمذكرة وزارية مفادها أن يكون الشطرنج داخل المؤسسات التعليمية، وكانت أولى مؤسسات تعليمية التي على مستوى المغربي التي درست هذه الرياضة هي نادي التنشئة للشطرنج الذي نرأسه. هذه الدوري الرمضان المفتوح كان مناسبة من أجل التعريف بهذه الرياضة، ثم شاركت فيه مجموعة من الموظفين القطاعات والخدمات المتواجدة بمدينة آسفي. نشكركم على حضوركم وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. معكم عبد الحميد الرواقي من مواليد مدينة آسفي، موظف بالمكتب الشريف الفوسفات. أنا في هذه المناسبة كنشكر الناس اللي سهروا على تنظيم هذه التظاهرة بمناسبة عيد ميلاد ديال مولاي الحسن. كنشكرهم بزاف، وكنشكر الناس اللي وقفوا على هذه التظاهرة هذه. كنحفز الناس أنهم يدفعوا وليداتهم يتعلموا لهذه الرياضة، هذه من رياضة سترونج، مزيانة لهم ومزيانة للوليدات، لا بالنسبة للكبار ولا للصغار. الحمد لله كاين الناس اللي تيوقفوا معنا في هذه الأمور هذه، ونطلبوا المزيد من العطاء لهذه التظاهرة هذه، وشكرا. باش توصلوا بجديد سافي ناو، ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.